فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب قادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت
خير المنزلين. إن في ذلك لآيات مبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وآله الطاهرين. أبتدئ بحمدي من هو أولى بالحمد والطول والمجد. الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها، وسبوغ آلاء أسداها، وإحسان منن والاها. أحمده بمحامد جم عن الإحصاء عددها، ونأى عن المجازات أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تأويلها، وضمن القلوب موصولها، وأبان في الفكر معقولها، الممتنع عن الإبصار رؤيته، ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته. ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته وذرأها بمشيته، من غير حاجة منه إلى تكوينها، ولا فائدة له في تصويرها إلا تثبيتا لحكمته، وتنبيها على طاعته، وإظهارا لقدرته، ودلالة على ربوبيته. وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله، اختاره قبل أن يجتبله، واصطفاه قبل أن يبتعثه، وسماه قبل أن يستنجبه. السلام على أم الأئمة الأطهار،
سليلة أشرف الكائنات وحليلة صاحب المعجزات الصديقة الشهيدة المعصومة المجيدة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين فاطمة بنت محمد عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها أزكى صلوات المصلين. السلام عليكم أيها المؤمنون والمؤمنات أحباب الزهراء جميعا ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم هذه المناسبة العظيمة سائلين المولى أن يعيدها عليكم وعلى جميع المسلمين في العالم بخير وأمن وأمان. أيها الحفل الكريم، فقرات احتفالنا ستكون كالآتي: كلمة لضيف الحفل الشيخ عبد النبي النشابة. الفقرة الثانية ستكون تكريم حافظ الصلاة من قبل هيئة العدل المنتظر، ثم هازيج للمنشد محمد جابر، وأخيرا السحوبات. نبدأ أولى فقرات حفلنا ونستقبل ضيف الحفل الشيخ عبد النبي النشابة بالصلاة على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وفرجنا بهم وثبتنا على ولايتهم والبراء من أعدائهم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أرجو من العريف الحافل أن قبل أن أبدأ كلمتي، أنا وأنا قايم أشوف الأخ نساني، أشوف شوية جيبي ثقيل صاير ظهر الخردة مع المدرسة نسيتها في مخباي، فعلشان أقدر أتكلم بسأل سؤال اللي بيجاوبه بيحصل جائزة، بس هذولين خردة وأبغى اللي يجاوبون الخردة. تعرفون الخردة أقصد من؟ هذولين اللي قدامي أحباب الله، ها؟ بارزين؟ عشان تفكوني من الخردة، سامعينهم؟ يلا اللي بيجاوب إلى 200 فلس. في آيات واجد ذكرت في فضل الزهراء سلام الله عليها، اللي يجيب لي آية فيها فقط وفقط عن فاطمة الزهراء ما حد يشاركها وياه ولا فيها تأويل إلى شيء آخر، يحصل من عندي 200 فلس بذات أولادي من المدرسة، بعطيكم إياها وش أسوي. يلا لا ها تعال يا حبيبي تعال. هذا شاطر مع المدارس هذا. وش الآية؟ الكوثر. حبيبي قالوا الكوثر أنه نهر في الجنة، بعد ما قالوا أن الكوثر هي فاطمة الزهراء. بس أنت مدام وصلت هني كم أعطيك؟ كم يعطونك المدرسة؟ حق المدرسة كم يعطونك؟ ربيتين؟ ما تدري؟ أنا بعطيك ربيتين، إيش رأيك؟ يلا بارك الله فيك. عفوا حبيبي، صل على محمد وآل محمد. صل على محمد. هذا الشاطر الشجاع قال إنا أعطيناك الكوثر. عاد البارحة أنا ترى سألت نفس السؤال، واحد جاء عقبه اللي يقول فصلي لربك وانحر، متقصون علي مال المارخ، اتركوا عنكم جيبوا آية ثانية. يلا أو نقول سورة ثانية، بعمو تالي يقولون آية ثانية. ها وين اللي بيرفع إيده؟ أنت جاوب؟ أنت بس عيد السؤال أنا بعطيك جائزة، تعال. أنت بس عيد السؤال أنا بعطيك جائزة، وإذا جاوبت جائزة ثانية، ثنتين. سورة الناس، عن وش هذه تتحكى؟ زين عيد السؤال بعطيك جائزة، يلا. انت تدري انت لا عدت السؤال ولا جاوبت، بس بعطيك انا جائزه من عندي، ايش رايك؟ بارك الله فيك. بس لا حد يقص علينا غيره. ها تفضل. ايه شكلك اتصلت بصديق، ها؟ الريف وين هو راح؟ مو تحسب الوقت؟ قلنا هذا ترى بس نفتك من الخرده. الاحزاب
تعال دصب تعال دصب يلا غش غش ما يضر يجوز يلا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وش رأيكم في الحجابة هذه؟ يقول إنما يريد الله تصلح هذه الإجابة. إحنا وش اشترطنا؟ قلنا يا جماعة قالوا أهل البيت دخلوا فيها بعد من؟ زوجة النبي صلى الله عليه وآله صح؟ ترضون؟ وينهم السادة؟ السادة يرضون؟ أمكم وياهم بعد بالآية؟ مو وياهم بس مدام تجيت وعندك بعد تكنولوجيا الغش زين؟ 200 فلس يلا أم الله وياهم الزهرة لا تخاف. ها ويش؟ شكلك تبي ربيتين أنت أدري مو 200 فلس يلا تعال. وش بتجاوب؟ أحسنت أنت ما بعطيك 200 فلس أنا بعطيك الخردة كلهم عاد تشوفهم أربع خمس كيفك. صل على محمد وآل محمد. الحين مخباي صار خفيف أقدر أتحكى هذا أنا حين أجاوب عنه ولا يهمك ولا يهمك. هذه الآية اللي راح أبدأ بها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال طبعا وش اسمك اليوم؟ سيد حسين. هي بعد جدتك الزهرة لازم بتعرف. سيد حسين يقول ونساءنا ونساءكم. يقول ابن تيمية لما نقول يقول ابن تيمية متبركا ها والفضل بما شهدت به البلي. يقول ابن تيمية بإجماع المسلمين ولا منازع بعد ما في واحد اثنين ثلاثة إنما يريد الله فيها اختلاف. فيها ناس نقول لا وناس تقول إيه لكن هذه الآية من المجادلة. ما يوجد شخص يقول ونساءنا نزلت في غير الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام. لكن خلنا نجي نشوف هذا ابن تيمية صدق لو دعاية صابون. خلنا نجي نشوف الآن من 1400 سنة ما تغير التفسير. كل المفسرين بإجماع المسلمين كلهم يقولون بأن ونساءنا هي فاطمة الزهراء. وعلشان لا أخذ من وقتك لأن العريف ما قال لي ترى فعلا ترى اللي اتكلم تم ساعة مو محسوب لو محسوب خلاني شنو على وجل. فبسرعة أقول لك يا مؤمن شو أقول لك؟ أقول لك بأن الآيات الأخرى فيها فاطمة الزهراء وناس ما يقولون إن أعطيناك الكوثر مثل ما جاوب أن الكوثر هو نهر في الجنة لو فاطمة الزهراء. لكن هذا بإجماع المسلمين. وإلمن وليش في شنو؟ في أعظم آية بأنها تمثل الإسلام كل الإسلام تمثل نساء العالم بأكمله. للشباب اللي يحبون الرياضة عندنا نادي المرخ نادي الكذا نادي الكذا مو كذي ويتبارون الأندية في بعضهم البعض. ولما نريد نمثل البحرين يأخذون الحارس من المكان الفلاني والدفاع من النادي الفلاني وهذين كلهم علشان يمثلون البحرين في شنو؟ في كرة القدم بعدين يجودونهم. فهذا لين اللي يمثلون البحرين في كرة القدم يمثلون البحرين من عدة أندية يتكلم باسم النادي لو باسم شنو؟ باسم البحرين مو كذي؟ إن صح التعبير أيضا فاطمة الزهراء الآن تمثل آل محمد لو تمثل الإسلام بأكمله. الإسلام بأكمله تمثل فاطمة الزهراء عليها السلام. فإذا كانت تمثل الإسلام هل الإسلام يقر لها بهذا الشيء؟ خلينا نجي نشوف المسلمين. لا يحتاج تبطل الكتاب ولا تبطل شيء. شفتون هالشاطر هذا ايش سوى إلينا؟ وش سوى؟ سيدة راح إلى آية الله جوجل وطلع لنا الآية بارك الله فيه مو كذي؟ أنت اليوم تقدر تعرف تدخل على شنو؟ صحيح مسلم. تعال يا صحيح مسلم صحيح البخاري كم تروي عن فاطمة الزهراء وكم تروي عن السيدة أم المؤمنين
عائشة قال أروي عن في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة 290 حديث. وإيش عندنا حرة؟ خلها تروي زوجة النبي لو لا قاعدة يا النبي لو لا حديث يعني وإيش؟ يعني كلام قالت قال 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 سمو شنو؟ حديث. وقاعدة يا النبي صلى الله عليه وآله وصغيرة 9 سنوات وعندها حافظة مو كذي؟ لا عندها ولد مسجون ولا ولد مطارد ولا ولد مشرد، المرة تحفظ. شو مزعلنك؟ قال اللي مزعلني شنو؟ أن مجموع الأحاديث اللي ترويها العامة هي عن 2300 حديث. الله، إذا السيدة عائشة كذي تروي يعني فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين كم تروي؟ ها؟ اللي أنت تعرف الروايات بعد ما يحتاج أول ما يبدأ لإبهم أول ما وإلى آخره، يعني كم في نضرب هذا العدد في كم؟ المفروض كعقلاء لا؟ الآية قالت ونساءنا يعني تمثل الإسلام، يعني هذه الأحاديث 2300 نضربها في كم المفروض؟ إجماع المسلمين العامة لا يتجاوز 10 روايات، لا يتجاوز شنو؟ 10 روايات. وتجيب لك دكتور إسلاميات في الجامعة، إمام جمعة، خطيب، اللي تريد مقصر ثوبه مطول لحيته على راحتك بكيفك، حتى بعد من داعش بتشوفه دائما وأبدا لا يعرف عن فاطمة الزهراء إلا أنها زوجة أمير المؤمنين وشنو وبنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخلاص. ترى مو أنا اللي أقول صلى الله عليه وسلم، هو زين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يقولون العلامة الأميني عليه الرحمة، ها جاوبني بدون جائزة لأن بعد محسوب علينا الوقت، العلامة الأميني وين مدفون؟ للكبار فقط. أخي أبوي أخي أبوي أخي أبوي، قلت أخي أبوي يعني غلط بعد فهمها بعد. أخي أبوي العلامة الأميني صاحب كتاب شنو؟ الغدير. ترى بتحكي عليكم يا أهل المارخ لا تفشلونا. يا الله، سمعتم من وراء الكواليس؟ أعد أعد ارفع صوتك. النجف الأشرف من الآن بعد أمانة، إذا الله رزقنا وإياكم نذهب إلى زيارة منه العلامة الأميني. ترى أنا أجيب لك هذه القصة بعد ما يحتاج تحفظ الصفحة ولا تبطل كتب فلان وفلان وتقول أبغي كتب مثلا شو اسمه تيجاني وغيره، لا، عقلا قصة تحفظها الكبير والصغير. ترى اليوم لا تنتظر مدرسة جامعة تقول لك قال جعفر بن محمد الصادق، اتعب انت على نفسك. ها العلامة الأميني وش سوى؟ أشهر كتب هذا العلامة الكبير المدفون في النجف الأشرف ألف كتاب من 11 جزء يسمى شنو؟ موسوعة الغدير. كان أهل بغداد هذين اللي الشيعة حاربوا الدواعش باسم شنو؟ باسم العراق مو كذي؟ قالوا لا، هذين يقولون يا علي، هذين عندهم فأوية طلعوهم من الجبهة. شوف شلون ايش سووا أهل بغداد؟ قامت قومتهم راحوا اشتكوا عند الوالي آنذاك. أيها الوالي، ترى هذا الشيعي 12 جعفري رافضي، ترى هذا مجمع 11 جزء 12 كتاب، كل كتاب وش ضخامته؟ هذا بيطير عرشك. باختصار شديد قالوا جيبوا لي هذا الكتاب، جابوا لي 11 جزء. ها وش بتسوي فيه؟ قال خلنا أشوف. ما ولا جو ليه يوم ثاني، ها وش رأيك أيها الوالي؟ قال بعدي أقرأ. يومين ثلاثة
آخر شيء قال بس خريت الكتب، حط بالك يا مؤمن، قرأ الكتاب. قالوا لي يلا، ها وش بتحكم عليه هذا اللي ألف الكتاب؟ قال جيبوا كتبكم كلها. جابوا جميع الكتب، يعني ويش تفتكر الكتب؟ صحيح البخاري ومسلم وما أدري ويش اللي في الجيس، ها الأسود كله جابوه صفوه له، تفضل هاي كتبنا. قال هاي كتبكم صحيح بخاري ومسلم والترمذي والنسائي وما جو ويا جو كل شيء. قال إيه؟ قال اختاروا، إما أن أحرق كتبكم دلين كلها علشان أقدر أقاضي، وإلا فلا. طالعوا بعضهم بعض، أيها الوالي ليش؟ قال لأن جميع هذه الكتب المؤلفة اللي شفتها الغدير تصفحتها صفحة صفحة لم أجد فيها إلا نقلا عن كتبكم، فبالتالي إذا ما تؤمنون بكتاب الغدير يعني معناته أنكم لا تؤمنون بشنو؟ بكتبكم. واحد يقول مو كأن احنا جايبينك تتكلم لنا عن فاطمة الزهراء. حبيبي أنا مو منشد علشان أجيب لك هذا، أنا أريدك تعرف عظمة الزهراء سلام الله عليه. أنا ما أريد أن بنتي مو زهراء، بنتي زهراء بالهمزة، لا لا، خل فكرنا يكون فكر شنو؟ فكر الزهراء. صار عندهم هذين حقد، قالوا أكيد هذا الآن بيصير قريب للوالي أكثر وأكثر، بتتقوى شوكته. اسمع القصة الثالثة ونسألك الدعاء. أهل بغداد اتصلوا إلى من؟ إلى العلامة الأميني. أيها العلامة، الليلة ترى احنا عازمينك على عشاء. قال آسف، ما في نقاش ولا في شيء ولا محاصصة ولا في فئوية ولا في طائفية، بس نبغيك تجي تتعشى وتتمشى. قال لهم آسف، المهم بعد التي والتي الرجال. قال لهم بشرط. شنو شرطه؟ قال كما قلتم، تعشى وتمشى. قالوا إيه خلاص. الرجال راح إلى بغداد، من النجف إلى بغداد اتعشى. قال لي يا شيخ، قال يلا بدينا عاد احنا، يا شيخ مو حرام هذلين كلهم علماء وحفظت رواية والبعض يحفظ آلاف الروايات، شو يقولون عنا؟ علماء شغلتهم بس الأكل يمشون، احنا ما نبغى. قال انا وين اتفاقي وياكم؟ قالوا ليه ما نبغي شيء، نبغي ايش رايك كل واحد هذلين ترى حفظت القران حفظت الروايات، ايش رايك كل واحد يقول حديث ويمشي؟ احنا بين 70 إلى 80 شخص، كل واحد يقول منا حديث واحد وخلاص، ايش رايك؟ قال لهم عندي شرط بعد صغير. شنو؟ قال بشرط ان يكون الروايه صحيحه السند. شو تقولون؟ قالوا اتفقنا. تفضل. جاء الأول قال الرواية، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. قال لهم أنا قبل لا أقول لكم الرواية أنا بسألكم سؤال. شوف هني يقول الخطيب شنو هني بيت القصيد، التفت لي. شنو بعد شرطك أنت؟ قلت بس رواية. قال لا، أنا أبغى أول شيء أقول فاطمة الزهراء عليها السلام تعرف إمام زمانها؟ لو ما تعرف إمام زمانها سيدة ما يحتاج يفكرون. قالوا هذا ما في لغز ولا في صيدة ولا بيصيدنا ولا شيء. سيدة قالوا كلهم ايش قالوا؟ يقينا تعرف إمام زمانها. هني بدأ السؤال، من هو إمام زمانها؟ طأطأوا رؤوسهم، وهذه التكملة عاد من عندي مو من القصة. نزلوا رأسهم كل واحد سلسل دنبته وشنو؟ وطلع. تدري ليش؟ للرواية الصحيحة في جميع الكتب بلا استثناء سنة وشيعة، إن الزهراء سلام الله عليها فارقت الدنيا
وهي واجدة. احنا نقول على الاول والثاني والثالث مو كذي؟ الرواية ما تقول كذي. شو تقول؟ تجيبهم باسمائهم سنة وشيعة، تجيبهم باسمائهم. بس احنا عندنا احترام شوية، لو واجد كيفك زين، تجيبهم باسمائهم. انها كانت واجدة، يعني مش واجدة. مني يعني وش واجد؟ اكل جبن واجد انت تنسى. اسمع لك، يعني وش واجدة؟ غاضبة، يعني كانت غاضبة على الاول والثاني والثالث. يصير ان قلنا ان امام زمانها الاول وهي غاضبة عليه، ها شو تقول الرواية؟ صحيحة السند بإجماع المسلمين، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. فاطمة الزهراء إما أن تكون والعياذ بالله ماتت ميتة الجاهلية، يعني شنو؟ يعني كافرة. ها أحد من المسلمين كفرها؟ كفرونا احنا بعد، مو بعد فاطمة الزهراء. زين، وإن قلنا بأن هذه الرواية مو صحيحة ما حد ينكرها، ها طلع منه الكافر. ولذلك حاولوا أن يوصلوا الشك إلى من؟ إلى الصراع شيعي شيعي. واسمعني ترى هذا بحث علمي، لا تفهمني غلط يا مؤمن، لأن أنت تستأنس لما تعرف حقيقة عند القوم مو كذي، بس من يقربون شوية إليك تنقرص شوية تزعل. لا لا تزعل، نقاش علمي. ولذلك حتى في صفوفنا احنا نعرف علي بن ابي طالب، معقوله؟ ترى انا مو من اللي قاعد اقرز، حط بالك، مبحث علمي. ها زين، معقوله الامام علي هذا الرجل القوي اللي الى اخره من الروايات اللي نقول عنه بيهجمون على بيت فاطمه الزهراء، انت ترضى؟ انت شنو الوصيه قيدته؟ يعني الامام علي يقولون ليه؟ النبي محمد يقول ليه؟ ترى بيهجمون على زوجتك وإلى آخره، وانت أصبر، هذا يدخل في مخك؟ يعني معناته عجل قائدكم غلطان فاسحقوه. يلا ترضون على القائد يكون غلط؟ لا. ترضون على أن النبي محمد صلى الله عليه وآله قال كذي؟ لا. ها عقلنا شو يقول؟ يقول اخذ نفس شوية. عرفنا حين الجدل في وين صاير؟ معقولة يدخلون على بيت فاطمة؟ احنا نقول رواية واحدة، القوم يقولون اربع روايات. تدري لو ما تدري؟ لطم العين ترى الوحدها هذا بالشارع، لطم العين الثانية ترى واحدها بالشارع، هذا موقف اخر. انا بس اعطيك عناوين، روح ابحث، لا تبحث من كتبنا. تمزيق الكتاب هذا شيء ثالث، هجوم الدار هذا شنو؟ الجزء الرابع. ولا طالع كتبنا، قلت لك طالع كتب القوم، واللي طالبني بالدليل أنا حاضر إليه. شاهدنا هذا قالع باب خيبر، أنت ترضى يعني يهجمون على؟ أقول لك قبل لا ترضى، لما نقرأ عشرة محرم، عشرة هي في الأساس كلها، هذه المعركة اللي 100% ماتت منها الآلاف، كم استمرت؟ بسرعة. قالوا ساعة أو ساعتين، أحد قال 24 ساعة ولا واحد من المؤرخين؟ كلها هذه ساعتين. حرب الجمل اللي قادته أمنا، 2000 نفر بإجماع المسلمين، كم استمرت؟ وحروب الأخرى والأخرى والأخرى. احنا لما نقول عشرة نقرأ العشرة وهاي كلها نقوم ساعتين، هجوم البيت، هجوم الدار، كم يحتاج؟ إمام علي موجود، رواية ما في تقيد ولا شيء، وشجاعة وإلى آخره، ما نكرنا شيء.
نقول لهم إذا أنت ما تدري لا تقشمر نفسك تشوف يوم هجموا على بيت سماحة الأستاذ الشيخ عيسى أحمد قاسم كاميرات موجودة ويضربون الباب وعندنا حضارية هالقشمرات تتركها عنك، واللي ما شاف شاف نبيل رجب هو يصور وهم يصورون، لو سمحت ترى أنت عندك حضارية حياك ويانا، هذا قشمرة بيتي وبيتك لما يهجمون بعد يسوون كذي. ها ما يسمى بجزء من الأوقاف الجعفرية يشيلون علم راية الإمام الحسين وهم يكسرون الباب. باب شنو؟ باب مسجد، وهجمون يكسرون باب وباسم الإمامة وباسم التشيع. هذول اللي بالسجون بعد اللي أصابهم ما أصابهم بعد كان باحترام، وتعالوا وخلنا نحاسبكم وخلنا نشوف من اللي يسوي فوضى داخل السجن، أخذوهم بقتل. فلذلك نفس الشيء الذي حصل على دار أمير المؤمنين إن صح التعبير هي مجرد ثواني. ولذلك أنت تقول بيت فلان فعلا دخل وكسر وشال وحطوا كم يعني ساعتين ثلاث، هي مجرد شنو؟ مجرد ثواني. فلذلك من أراد أن يبحث فليبحث بإنصاف. عموما أنا مثل ما ابتديت بسؤال خاطر أسأل سؤال بسيط لو ما يسمح لي بعد العريف أشوه قال تفضل كان انحرج، بس عاد هالمرة مو خردة، سؤال كلش بسيط بس عاد مساكين كسروا خاطري الكبار، عاد مو تشوفون 10 دينار بس عشان أطلع العشر ربيات. سؤال مال ثواني بعد، وإيش مستعدين الكبار؟ ها يعني الجواب مال ثواني. كلنا نزور الزهراء سلام الله عليها سواء كان في البقيع أو عند أبيها صلى الله عليه وآله. السؤال يقول أي أكثر المعصومين الموجودين في المدينة أم في العراق؟ أبغى أشوف الأيادي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وين؟ خطأ. منو اللي قال متساويين بعد؟ واحد مني قال واحد مني. والله أنا أشوف واحد مني قال واحد مني، أنا ما يخصني. الدينار هني، وصلي اللهم على محمد وآله الطاهرين. طيح في رأس الأرض. أحسنت بارك الله فيك شيخنا ما قصرت رحم الله والديك. نقف مع رؤية السيد الشهيد الصدر لموقف السيدة الزهراء عليه السلام. نقف مع رؤية السيد الصدر لموقف السيدة الزهراء بعد أحداث السقيفة. السؤال: ما هي أبرز معالم الثورة السلمية الفاطمية؟ أو بتعبير آخر، ما هي مراحل تحرك السيدة الزهراء في سعيها للمطالبة بالحق؟ إن الخطوات التي تدرجت فيها السيدة الزهراء للمطالبة بالحق الشرعي تمثل منهجا للتحركات الاحتجاجية السلمية على مدى التاريخ، حيث لم يكن هنالك حرق للمراحل ولا قفز عليها، مما يعكس بصيرة نافذة وتزيدا إلهيا، لأن ضغط الظرف السياسي والأمني لا يسمح بضبط الأعصاب والعمل بروية لمواجهة الموقف، وهذا ما وقع فيه حتى بعض الأقرب المقربين من أهل البيت عليهم السلام عندما صدمهم التعدي السافر على ما أسسته السماء
أما خطوات الزهراء المتتابعة فنقرأ منها الخطوة الأولى فقط. أرسلت إلى الخليفة في الأيام الأولى رسولا ينقل له كلامها واحتجاجها ويبلغها موقفه، وقد تكرر ذلك لأكثر من مرة. ولما رأت أن الرجل مصر على موقفه خاطبت وجهاء الأنصار بشكل خاص، حيث كان أمير المؤمنين عليه السلام يحملها على بغلة أو حمار ويقصدان بيوت الأنصار بيتا بيتا، حتى أشعرتهم جميعهم بفداحة موقفهم المتخاذل، لكنهم اكتفوا بالتأسف والحسرة دون اتخاذ موقف عملي. الفقرة الثانية هي كلمة لرئيس هيئة العدل المنتظر، ثم تكريم لبعض طلبة الهيئة، فاستقبلهم بالصلاة على محمد وآل محمد. طبعا نبارك لكم أحبتي. بدلنا بما أن الشيخ مستعجل، فأول التكريم بعدين كلمة الرئيس. سيتم نداء الاسم، يتفضل الشيخ ورئيس الهيئة علشان بعدنا نعطي لكم شيخنا. نتمنى من الأحبة أولياء الأمور يوقفون له أبنائهم. السيد أحمد، السيد حسن، أعتقد ما جاء، الشاخوري، السيد صارخ، السيد جعفر، السيد مجيد موجود، سيدنا طبعا. هذين الأحبة الشباب الصغار حافظين الصلاة وتم اختبارهم. الطالب الثاني السيد باقر، السيد جواد، السيد باقر تفضل يا ولي أمره، تفضل. صلوا على محمد وآل محمد. أي طالب نعطي الهدية يستريح على الكرسي علشان يكون ناخذ صورة جماعية وسماحة الشيخ. استريح سيد، سيد سيد جواد، قد على الكرسي. السيد عبد الله، السيد طه، الطالب اللي بعده يستعد. أحمد منتصر عبد الرحيم، سيد حسين، سيد محمد، سيد مجتبى، سيد حيدر، سيد علي، سيد حسين، عندنا طبعا الطالب اللي هو حسين عبد الفتاح، نتمنى له التوفيق العاجل والعودة إلى أهله إن شاء الله سالما. إذا أحد من أهله يوقف يستلم الهدية، حج طاهر جدة،
صلوا على محمد وآل محمد. منك أبو علي، ما يحتاج مني أبو علي. محمد عقيل ميرزا، عقيل موجود، حج ميرزا إذا موجود فضل. أبو عبد واحد، السيد محمود، السيد زكريا، طبعا عندنا السيد بعد، سيد علي او سيد احمد، سيد حسن، سيد محمود، سيد زكريا مو موجود. وايضا عندنا مدرسي مرحله تعليم الصلاه عقيل جلال الحمد، السيد حسن، السيد مرتضى، والسيد محمد، السيد هاشم. مالك إذا تعدلونهم حق الصورة الجماعية بس. نشكر له اللجنة الثقافية بإدارة المأتم على إتاحة الفرصة لتقديم الهدايا. وإعلان أيضا للأحبة، هناك استمارة تسجيل عضوية لعمومية الهيئة موجودة عند باب المأتم. عقيل بعد إذا تجي تصور يا ولد بعد، حياك عقيل مدام الشيخ موجود. شيخنا بس عندنا صورة واحدة بعد، أحد أولياء الأمور موجود. نشكر سماحة الشيخ عبد النبي على تفضله بتسليم الهدايا للأحبة الطلبة. شكرا شيخنا، رحم الله والديك، الله يعودنا إياكم إن شاء الله. الآن كلمة لرئيس الهيئة. صلوا على محمد وآل محمد. زد وترحم على محمد وآل محمد. نبارك لكم مولد الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام، ونرجو أن من الله العلي القدير أن يعيد علينا هذه المناسبة ونحن في حال أحسن من هذا الحال. هيئة العدل المنتظر للإسلامية في السابق كان اسمها هيئة العدل المنتظر للتعليم الديني، تغير اسمها لهيئة العدل المنتظر الإسلامية، وتم من خلال هذه الجلسات التي جلسناها بداية من التعديل في اللائحة الداخلية، ثم اللمة التي كانت نرتجي منها لقاء أكبر عدد من أهل القرية لإعطاء رأيهم في الهيئة. نرجو من ذلك أن نصل إلى الأهداف
التي رسمناها لإصلاح الشأن الديني ابتداء من الناشئة للتأثير الديني والأخلاقي وبجميع المستويات. ما حصل في الأيام الماضية في الهيئة هو تطور ونقلة نوعية. كانت الدروس الدينية منذ ما يقارب أكثر من 20 سنة في القرية مرت بمراحل. المرحلة التي مرت هذه كانت نقلة نوعية لأن تكون أن يكون مجلس الإدارة منتخبا، وتم إقرار ذلك ابتداء بإقرار اللائحة الداخلية التي أقرت وجاري التعديل فيها، ثم الانتخابات التي كانت في الجمعية العمومية وتم انتخاب مجلس الإدارة بالتزكية. في هذه الأيام نصل إلى مرحلة فتح باب العضوية للهيئة، وتمثل هذه الخطوة في الهيئة خطوة مهمة جدا لكي يصبح جميع أهل القرية جزءا من الهيئة، وفي نفس الوقت نشر الوعي الديني لجميع الأفراد في القرية. الجانب الآخر بالنسبة إلى التدشين أو عفوا فتح باب العضوية، باب العضوية تم الإقرار في مجلس الإدارة أن العضوية تكون برسوم دينارين في الشهر أو 24 دينار في خلال السنة. هذا جانب. الجانب الثاني، يحق للعضو في الجمعية العمومية ضمن الاشتراطات الموجودة في اللائحة أن يصبح عضوا في مجلس الإدارة. الشيء الرابع، خلال هذه الأيام كذلك لدينا تفاعل مهم مع مركز العدل المنتظر لعلوم القرآن، والذي تم تدشينه خلال 4 سنوات أو 3 سنوات. سيتم الابتداء بمجلس قرآني في ديوانية السيد موسى، وسيكون له كثير من الفعاليات القرآنية والتي نرجو من خلالها في خلال هذا الحفل، بما أننا نكرم حافظي الصلاة كذلك نرجو من الله العلي القدير أن نتمكن من تكريم حافظي القرآن. حافظي القرآن مثل ما تعرفون النبي صلى الله عليه وآله قبل وفاته أوصى بالقرآن والعترة. حفظ القرآن سيكون له تغير كبير جدا في حياة القرية بأكملها، ولذلك السعي الحثيث الذي تسعى فيه الهيئة نحو الثقافة القرآنية وتعليم القرآن وانتشار هذه الثقافة لدى جميع أفراد القرية هو الأساس، وبعده العلوم الدينية. الجانب الثالث، ما أهمية الهيئة في المرخ؟ سؤال يطرح نفسه. سماحة القائد حفظه الله وشافاه مما حصل له وأرجعه إلى منبره، وسماحة السيد عبد الله الغريفي، نلاحظ أن في خطبهم دائما يصرون على التفقه في الدين. أكثر من ذلك على رعاية مثل هذه المؤسسات. مع الأسف الذي لاحظناه أن العزوف عن التقدم لعضوية مثل هذه المؤسسة المهمة يسبب كثير من العثرات والعقبات في وجه العاملين في هذه المؤسسة. كثيرين يقولون أنا لا أليق، ما هو دوري في الهيئة؟ هناك شخص يقدم دعم مادي، هذا الشيء طيب. الهيئة للعلم أفقر المؤسسات، لا أخفيكم سرا، أفقر المؤسسات في القرية هي الهيئة. العمل الذي تقوم به يكاد يكون يومي، أن تعلم الصغار
في الأسبوع 4 أيام هذا شيء مجهد، وفي نفس الوقت يحتاج إلى إمكانيات مادية، والحالة المادية تصعب يوما بعد يوم. أنا أعتقد العضوية ستحل جزء من هذه المشكلة، ولكن التبرع المادي هو جزء من التفاعل الذي ممكن أن يتفاعل به العضو أو أهل القرية. الجانب الثاني عملي، لدينا فرق عمل، هذه الفرق العمل تحتاج إلى كوادر. نتمنى ونرجو أن يكون لدينا أعضاء يتقدمون، يأتي أنا أستطيع أن أعمل في هذا الجانب، نرى هذا العمل وندخل هذا الشخص إلى أي مكان من اللجان العاملة في الهيئة، هذا جانب. الجانب الثالث، كيف أكون فاعلا في العلوم الدينية؟ أضعف الإيمان أن أحث أبنائي، أسألهم، كثيرين مع الأسف يعني ملاحظة نقولها، يذهب ابنه إلى التعليم الديني، جاء وتعلم زين، بعد ما جاء وتعلم أسأله، أنا ما أشك في معلمينا، لكن يمكن في معلومات خطأ، ممكن في عقائد خطأ، تعليم في القرآن خطأ، لابد أن أسأل وش اللي تعلمت اليوم؟ عن وش؟ وش القصة اللي قالها إليكم الأستاذ؟ وش الآية اللي قرأتونها؟ اليوم أساساً وش المادة اللي هل أسبوع هذا المادة؟ هذا التفاعل غير موجود إلا فيما نذر. ولذلك نحن نرجو من أضعف الإيمان إلى أقوى الإيمان، من حث الأبناء على الحضور إلى التبرع المادي، وهو سيكون له أثره في الهيئة. الشيء الأخير، تكريم حافظي الصلاة. أولياء الأمور كثير منهم الذين يحضرون إلى حفظ الصلاة يلاحظون هناك معاناة كبيرة في ترتيب هذه الوضعيات الموجودة لحفظ الصلاة، والجهود المباركة التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس خصوصا لتعليم الصلاة. بعد أن تعلم الصلاة ابني، هل تابعته؟ الآن هو في السادس، هو في الخامس، هل أعرف أنه يتوضأ صح؟ هل يصلي صح؟ هل يعرف ماذا يقول؟ نصل بعض القرى يقولون أنه الأبناء، والآن الإعلانات التي ترونها منتشرة عن شرف التكليف، هذا هدفها، تعلم ابن الصلاة في صف الرابع الابتدائي، هل إذا وصل ثالث إعدادي يصلي؟ نحن لدينا إشكالية كبيرة الآن في المرحلة الإعدادية، في المرحلة الإعدادية لديهم فسحتين، الفسحة الأولى الساعة 10، الفسحة الثالثة الساعة 12:10 أو 12:15. في المدرسة نقول له الطالب تعال صل، قال أنا أصلي في البيت، البيت يقول له تعال صل، قال أنا أصلي في المدرسة، كان هالبيضة والدجاجة. فيعني مع الأسف يعني هذه لابد تكون من المنزل، محاسبة الابن هذا واحد، اثنين متابعته في مثل هالأمور هذه خصوصا الصلاة والقرآن. إن تمت الصلاة والقرآن على أكمل وجه مع ابنك، فاعرف أنه بعد 14 سنة ستتركه على خير، لكن إن كانت الصلاة والقرآن فيها خلل، فمعناه أن هناك خلل كبير سيحصل بعد ذلك، بعد أن تتركه ولن تستطيع أن تفعل إليه ولا أمر، مجرد مصاحبة مثل ما نصحنا أهل البيت عليهم السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد. بارك الله في خطاكم يا هيئة العدل المنتظر الإسلامية.
نكمل رؤية نكمل فقرات من رؤية السيد الشهيد الصدر لموقف السيدة الزهراء بعد أحداث السقيفة. النقطة الثانية، بعدما استقبلت نساء الأنصار في بيتها وأبلغتهم الموقف كخطوة للضغط على رجالهم وتسجيلهم موقفا احتجاجيا وتسجيل موقف احتجاجي. النقطة التي بعدها، النقطة الثالثة، حين لم ينتج عن ذلك نتائج مباشرة، قصدت الزهراء عليها السلام المسجد في وقت اجتماع كل أهل المدينة بما فيهم الخليفة وحزبه، وكان ذلك بعد 9 أو 10 أيام من وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وألقت تلك الخطبة التاريخية المشهورة بعد أن قادت مسيرة نسائية حاشدة سجلت بها أول مبادرة في التاريخ من هذا النوع. النقطة الرابعة، بعد الخطبة وأثرها في المجتمع، قصد الخليفة وصاحبه بيت الزهراء للاعتذار والمصالحة وكسر أثر الاحتجاج في نفوس الناس، لكنها عليها السلام رفضت استقبالهما، وحين سمحت لهما بعد إذن الإمام علي عليه السلام قابلتهما بما لم يتوقعاه، حيث أعلنت غضبها عليهما إلى يوم القيامة بعد إقرارهما بحديث رسول الله في هذا الشأن. عدنا سحب لتسع جوائز، يتفضل رئيس المأتم سيد نزار بتكريم الحاصلين على الجوائز. حياك سيد. طبعا نشكر برادة الطور ونشكر صاحبها فاضل عباس لدعمهم السخي للاحتفالات المأتم. تعال سيد صالح. أربعة وسبعين. صلوا على محمد وآل محمد. تعال سيد مشي. تعال عندك خل جواز. تعال اسحب من تحت بعد. ستين. رقم 60. صلوا على محمد وآل محمد. تعال احمد. بعد تعال سيد. تسعة وثمانين. 89. نخبص عدل. ها صاير جايين. لا انا خبصهم قبل. لا 57. صلوا على محمد وآل محمد. حياك صدمة الظاهر. 57. 57. صلوا على محمد وآل محمد. حاضرين. هذه كوبونات. كوبونات من برادات الطور. ثمانية واربعين. 48. 45. تعال 48. سنت 45. حياك سيد.
دعوتي. حياك زين. زين. أربعة وستين. أربعة وستين. سبعة عشر. رقم سبعة عشر. سبعة عشر. ثلاثة وعشرين. ثلاثة وعشرين. انزل. سبعة عشر. آخر جائزة ترى. وش ما في سبعة عشر له؟ وش ثلاثة وتسعين. ثلاثة وتسعين. النداء الأخير ثلاثة وتسعين. بسرعة بسرعة. خلاص خلاص. حياك. صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله. طبعاً عندنا إعلانين. الأول يقيم المأتم ليلة الاثنين القادمة إن شاء الله تأبيناً للشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، وذلك في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بمشاركة الشيخ بشار العالي. تأبين ليلة الاثنين القادمة إن شاء الله، تأبين السيد محمد باقر الصدر الساعة الثامنة إلا ربع بمشاركة الشيخ بشار العالي. الإعلان الثاني، تصادف ليلة السبت القادمة ذكرى استشهاد السيد محمد سبع الدجيل، وستكون القراءة الثامنة إلا ربع أيضا بمشاركة الشيخ محمد الرياش. الإعلان الثاني، ليلة السبت القادمة ذكرى استشهاد السيد محمد سبع الدجيل، القراءة الثامنة إلا ربع بمشاركة الشيخ محمد الرياش. نكمل الخطوات التي اتبعتها الزهراء عليها السلام من قراءة للسيد الشهيد الصدر. النقطة الخامسة، بعدها جاءت الخطوة الأخيرة التي صدمت الجميع وأوضحت أن الاحتجاج يشمل المتخاذلين جميعهم مهما بلغ عددهم، وذلك عندما منعت عليها السلام أن يحضر تشييعها أحد إلا عدة نفر يستحقون هذا الشرف العظيم لم يتجاوز العشرة بالكثير، وأوصت بإخفاء قبرها الشريف الذي ظل مجهول الموقع إلى هذا اليوم. وهذه الخطوات بحاجة إلى دراسات متعمقة للتعرف على حقيقتها، فعلينا التأمل في ذلك ففيه المنهج المعصوم. الآن مع الفقرة الأخيرة، أهازيج للمنشد محمد جابر ليتحفنا بالأهازيج الولائية لمدة 15 إلى 20 دقيقة. نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله وكفى، والصلاة على المصطفى وعلى آله أهل الوفاء.
السلام عليكم أيها الحضور ورحمة الله وبركاته. لن أطيل عليكم في المقدمة، فالزهراء وكل ما قلت فيها فهو في المقدمة. أكتفي أن أشارككم هذه المشاركة المتواضعة راجيا من الله ومنكم القبول. صلوا على محمد وآل محمد. يا أجمل قصيدة، يا أجمل قصيدة، وانشداها الكون. انت من القصايد والشعر أجمل، كون الشاعر اللي يكتب عليك أشعار. شاعر يستحي ومن هيبتك يخجل، لأن كلك حياة وعفة يا زهراء. وكل هذا الحيان بزينب يتحول، دورت الصحف والكتب والتاريخ، وسويت لحياتك بالشعر جدول. لقيتك أول انتي ومن قبل حواء، اسمك على العرش والنوح، اسمك على العرش وانوار يتحول. ومن اجلك خلق رب الخلائق الكون، وانت بالحنان اللي يدخل الاول. يا كوثر لقيتك ام حسن وحسين، حسين ما حاجة ادور عنك واسأل، أبوك المرسل وانتي أم أبوها. شلون شلون صعب المسألة وعقل الغاه اختل، وإذا أم النبي والمرسل المبعوث، يعني انتي أكيد بمنزلة مرسل. يكفيك الفخر سورة انت بالقرآن، وجبريل بعظمته بسورتك رتل. يا لعمرك صغير ودوخت الكون، عمرك اعتقد من هالعمر اطول. سن الـ18 بس هيبتك تاريخ تاريخ تاريخ. يا أفضل نساء الكون على الإطلاق، منك ما لقينا من النساء أفضل. مفراح وسعادة الملك جبرائيل يوم طه وخديجة بمولدك أقبل، ومن شالك محمد بيده يا زهراء. بسم الله الرسول القصة تقبل. صلاة
يا العايش عمرك بالحسرة، شاركنا بميلاد الزهرة، وايام الراحة تخليها لا تشغل تفكيرك بيها. جوابك وياي هذا جواب طويل راح اقتصر عليك، شارك معاي لا تشغل تفكيرك بيها. يا العايش عمرك بالحسرة، شاركنا بميلاد الزهرة، وايام الراحة تخليها لا تشغل تفكيرك بيها، لا تشغل تفكيرك بيها، لا تشغل تفكيرك بيها. بين فاقي المحافل هاتف القدرة ينادي، ليلة مولد الوديعة فاطمة بضعة الهادي، واللي يريد اليوم حاجة للدعاء يرفع عيادي. يا المؤمن والباري يريدك تطلب منا وترفع ايدك، كل دعوة الباري لبيها لا تشغل تفكيرك بيها. يا العايش عمرك بالحسرة، شاركنا بميلاد الزهرة، وايام راحت خليها لا تشغل تفكيرك بيها، هلا لا لا تشغل تفكيرك بيها. لا ادعو ربك واحنا مثلك ندعو ونواصل دعانا، نصيح يا رب الجلالة نكتف وتسمع ندانا. ادعو ربك واحنا مثلك ندعو ونواصل دعانا، نصيح يا رب الجلالة نكتف وتسمع ندانا. ياللي تقبل دعة المؤمن قبل ما ينطق لسانه، دعوتنا الخالق يسمعها وامتنا على الحق يجمعها، هالأمة الخالق يحميها. شنو شنو لا تشغل تفكيرك بيها، لا تشغل تفكيرك بيها، لا تشغل. وايام الراحة تخليها لا تشغل تفكيرك بيها، لا تشغل. يا إلهي بجابلت المصطفى البيغ احتفلنا، شافي مرضى المؤمنين وشافي يا ربي عللنا. يا إلهي بجابلت المصطفى البيغ احتفلنا، شافي مرضى المؤمنين وشافي يا ربي عللنا. ولا تراوينا مكاره بالدهر ناتج فعلنا، وش ما زادت بينا العلة عند الخالق هينا وسهلة، حلتنا الباري شافيها لا تشغل تفكيرك بيها، وايام الراحة تخليها لا تشغل تفكير، لا تشغل. عليك نقسم يا إلهي بمولد الطاهرة البضعة،
بلطفك ترجع الأسرة والشمل بيهم تجمع. يا الله عليك نقسم يا إلهي مولد الطاهر البضعة، بلطفك ترجع الأسرة والشمل بيهم تجمع. كل أسير مفارق أهله، كل أسير مفارق أهله، للأهل سالم ترجع. كل أسير مفارق أهله، للأهل سالم ترجع. موعد رجعتهم ننتظر، تكمل بالموليد البشرى. ربنا الأسرار رعاها، لا تشغل تفكيرك بيها، وأيام الراحة تخليها. لا تشغل، لا تشغل ليلة ميلاد الوديعة بضعة الهادي نبينا، وبفضلها يا إلهي بالرزق وسع علينا. ولا تخلينا نصير بحاجة لما رحم بينا، لا تخلينا نصير حاجة لأبو دينار وطقة الربعة. الليلة ميلاد الوديعة بضعة الهادي نبينا، وبفضلك يا إلهي بالرزق وسع علينا. لا تخلينا نصير بحاجة الما رحم بينا، ربنا الهلوادم يرحمها، بيد الأرزاق يقسمها، يعلم بالحالة ويدريها. لا تشغل تفكيرك بيها إلهي. يا الله شافي كل مريض ورد كل غريب وفك كل غسير، ولا سيما الرموز والأبطال والمجاهدين. اللهم فرج عن سماحة الشيخ علي سلمان. يا الله يا الله يا الله يا الله، ارفع يدينك ارفع يدينك. يا الله يا الله يا الله يا يا الله غير سوء حالنا بحسن حالك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.